قدم عدد من رواد العمل شكرهم العميق لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، الذي أغدق عليهم بتكريم ملكي نظير جهدهم وإنجازاتهم الوطنية العديدة. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم في قصر الصخير يوم أمس الأول بمناسبة الأعياد الوطنية، والذي جاء تحت رعاية كريمة من حضرة عاهل البلاد المفدى. تشرفت بالحصول على الوسام العمل الوطني من سيدي صاحب الجلالة الملك. هذه طبعا شهادة اعتز بها واقول لكل اي انسان في البحرين ان بمثابرته وجهده اكيد يوم من الايام بيكون مثلي انا يقف امام صاحب الجلالة ويتشرف باستلام هذا الوسام. وهي تكريم، هو تكريم لنا جميعا ولعائلتنا، واحنا يا اخي نعتز بهذه التكريم الكبير يا اخي جدا، وان شاء الله نتمنى دائما نشوف جلاله الملك وكل الشعب يكون بخيره ان شاء الله وعافيه. واحنا فخورين جدا بهذا التكريم في هذا اليوم المبارك، وان شاء الله يكون دافع لنا لنقدم مزيد من التقدم والعطاء لهذا الوطن. نهنئ البحرين وعلى رأسهم جلالة الملك بالعيد الوطني المجيد، واحنا فخورين جدا بأن تم تكريمنا في هذا اليوم العظيم، وهذه دافع لنا يعني مواصلة مسيرة التنمية والتميز والعطاء لهذا البلد الغالي على قلوبنا. شعور لا يوصف، يعني أعتز وتشرف بهذا التكريم من جلالة الملك.